قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية بالدراجة في مدينة شرم الشيخ، وخلال هذه الجولة تفقد السيد الرئيس المنطقة الخضراء الصديقة للبيئة والتي تشهد العديد من الفعاليات والأنشطة خلال انعقاد القمة العالمية للمناخ، كما التقى عددا من الشباب والأجانب المشاركين في القمة. وشارك الرئيس السيسي في ماراثون ركوب الدراجات مع مجموعة من الشباب المشاركين في المؤتمر لإرسال رسالة للعالم حول أهمية الحفاظ على البيئة. المكان اللي احنا فيه ده يا فندم هو الجرين زون، المكان اللي بتأهله وبتأسسه الدولة المستضيفة للقمة، وبتكون منطقة فيها اكتيفيتيز وأنشطة وبعض المعارض في المنطقة الخلفية، معارض للدول والجهات والشركات والوزارات. المبادرة دي قامت بها شركة مصرية لتقديم منتج عن طريق إعادة تصنيع، ده منتج إزازة مياه شرب معدنية، العبوة نفسها من الكرتون معدة تصنيعه، يعني مع البيئة يعني. مظبوط يا فندم، مظبوط. المكان هنا يا فندم كل العناصر الفنية اللي معمولة فيه معمولة من مواد معاد تدويرها، بنستغل كل المساحات، قدرنا نعمل بروجكشن على المباني اللي موجودة بحيث نعرض عليها محتوى بيئي ومحتوى يدي توعية. عندنا هنا مكان بيجي السياح بياخدوا يعني زرع ومكتوب عليه اسمهم. حضرتك كنت دايما بتوجهنا ان احنا لازم نمتلك القدرة، دلوقتي الحمد لله احنا بقى عندنا القدرة ان احنا نعمل ده ونحققه بشباب، مش من البرنامج الرئاسي بس، احنا المرة دي عندنا شباب برنامج رئاسي، شباب الجامعات وشباب متطوعين. فضلنا فور تكليف سيادتك على طول لينا في الحفل الختامي لمنتدى شباب العالم. أنشأنا غرفة عمليات مركزية لإدارة مؤتمر المناخ مكونة من 2000 متطوع، منهم 1100 من شباب البرنامج الرئاسي، 100 متطوع أجنبي، و800 متطوع مصريين من فئات مختلفة. الغرفة فندم هي الأمام حضرتك، الخيمة اللي لونها أبيض بندير فيها جميع فعاليات المؤتمر، المنطقة الزرقاء اللي فيها فعاليات سكرتارية الأمم المتحدة، المنطقة الخضراء اللي سيادتك بتشرفنا فيها النهاردة، بندير كمان مطار القاهرة ومطار شرم الشيخ، بندير 160 فندق اللي بيستقبلوا الضيوف، وطبعا الشباب كلهم في استقبال سيادتك عشان إن شاء الله الماراثون النهاردة. صباح الخير. صباح الخير. شركة بدل للدرجات الشرقية، شركة مصرية نقدم السيرفيس دي حاليا في شرم الشيخ. اقدر ان انا اخد البايك من اي مكان واحطها في اي مكان، مش شرط ارجعها لنفس المكان. البايك بتشحن اللوك من السولار بانل، تمام، سستينبل، مش مفيهاش اي كهرباء. احنا شركة مصرية مؤسسة بشباب مصريين، بنحاول نحل جزء في شبكة المواصلات وهو الجزء الخاص بالمشاوير القصيرة اللي تحت 8 كيلو، دي بتمثل 70% من المشاوير في مصر. والحمد لله هنقفل السنة دي بأكثر من 500,000 رحلة وأكثر من 300,000 عميل، وبشكر حضرتك جدا على الدفعة الأولانية اللي حضرتك اديتها لنا في مؤتمر أفريقيا للشركات الناشئة ومنتدى الشباب اللي فات. شكرا لحضرتك. ده موتوسيكل كهرباء لفيت بيه كل محافظات مصر خلال 30 يوم للترويج لمؤتمر المناخ ورفع الوعي بالتغيرات المناخيه. عدينا على ناس كتير وغطينا مشاريع كتير بتتكلم ليها علاقه بتغير المناخ. المدى بتاعه قد ايه؟ حوالي 200 كيلو تقريبا. ولازم يتشحن بعد كده؟ لازم يتشحن بعد كده. خدنا 30 يوم خلال الرحله دي، عملنا 12,749 كيلو، ده قطر كوكب الارض في رساله للعالم ان احنا لازم نشتغل والبدايه من مصر. ربنا يوفقكم. ميرسي. ربنا يوفقكم. اشكرك كمان. شكري. اشكرك. يلا نبدأ.